يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. هذا المنشور تحذير للهواة اللي خالين اكثر من بلبل بقفص واحد. بالشتاء ماكو مشكلة، نهاية الموسم ماكو مشكلة، لكن الان بدا التحضير للموسم الجديد مال التزاوج. كل سنة بشهر الواحد او نص الواحد او بداية الواحد ترتفع معدلات التستيرون بالدم للحيوانات كلها، مو بس للبلبل، لا للحيوانات كلها، للطيور الحيوانات. فبهاي المرحلة الهيجان يزيد عند الحيوانات خصوصا الذكور. هذا ايش راح يصير من يهيج عنده او من يرتفع الهرمون التستيرون بالدم؟ الطير العصبية ما تزيد، القوة ما تزيد، يحاول يثبت القاعلة، يحاول يثبت الحدود له، يبدي يقتل الطيور اللي قريبة عليه خصوصا الفحلة. فيبدي شي يسوي اول شي يقتل الطير الاضعف، بعدين يتحول على الفحول، بعدين يتحول على النثاية، حتى اخر شي يصفي له نثية له، يبقى هو وحده بهذا المكان حتى يتزاوج بيه. يعني يبدا من هسه يتقاتل ان الطيور عندك لحد نهاية شهر الثاني او نص الثاني ومرات للثالث، بعدها يبدي فصل التزاوج. هسه احنا صارت عندنا حالة، انا مثل ما قلت لكم هسه، بالمناسبة احنا هسه هاي النثية المشجرة شوفوا سحبت الفحل من عندها. ليش؟ لان لقيت مثل ما شفتوا بداية الفيديو شلون دشرع هم هايجة، قلت خاف تقتل الفحل او الفحل يقتلها بالعكس، فسحبنا الفحل من عندها. عندنا ذن الزوج المخاليف المصبغات هم سمعتوا ده يقرا كان، هم سحبت النثية من عنده. فهذا صوته، سحبت النثية من عنده. ليش؟ البارحة انا صارت عندي حالة ما لحقت عليهن للاسف، عندي هذا القفص الكبير اللي قلت لكم مثل المخزن او مرات مصطلح يقول ندفن بيه الطير الحلو الزين، مرات الطير الخشن، مرات طير وحشي كلش، مرات طير ما يفتح عندنا، الماليزيات مخلف، مرات اذا بمشكله برجله او بشيء متعبه فندبه بيه. يعني شلون نقول الاستراحه او 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 يعني شلون نضمه لحد ما يشتغل عدل او يصير اللي نريده من عنده ونطلعه من هذا المخزن. لكن البارحة انصدمت بشغلة، لقيت اثنين من الفحل ميتات من المخاليف اللي محجليهن. طبعا ها انا كل طيرة ذبة بيه اخلي له حجل واسجل بيانات الحجل، انه اللون الحجل والرقم مالته، نسوي له يعني مثل قاعدة بيانات الملاحظات، شنو هذا الطير شلون فتح او فتح او ما فتح او شنو مشكلته، حتى بعدين ورا شهرين او ثلاثة من نطلع نعرف شنو الاوليات مالته. لكن البارحة انا لقيت فحل قاتلة اثنين من هاي الفحل المخاليف. طبعا كل اغلبيه المخاليف ذبيت بيه كان بعد ما صبغات وصبغن، فقاتلة اثنين من عدهن، ونظام الكتل مال البلابل يضرب الراس، يعني يشتغل على الراس اكثر شيء لحد ما يكتله للطير. فللاسف ما لحقت اني عليهن قاتل اثنين، هسه راح تشوفون بنهايه الفيديو واحد موته خلاص والثاني على الروح الاخير وما لحقت له. لان ها والمشكله الغروب انا قبل بيوم كل شيء ماكو مشكله، لكن الظاهر من الفجر قاتلهن. فخليكم ويانا شوفوا نهايه الفيديو. والملاحظه هنا شنو؟ اذا عندك قفص بي اكثر من اثنين حاول تعزل، اذا بي اثنين ومتوالفات عندك وما بهم مشاكل خليهن، اذا ذن الاثنين انت ما متاكد بهن وبهم مشاكل اعزلهن، شهر الثاني النص الثاني يلا تطبقهن سوا. تحياتنا لكم، وشوفوا الفيديو بنهايه هذا الفيديو. تحياتنا.